Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bien Apprendre. نتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة وأن ربي يحفظني ويحفظكم من هذا الوباء ونكونوا في هذه الظرفية نخرجوا منها بسلام هذا الحجر الصحي وربي نجينا من وباء كورونا. إذا بالنسبة لهذه الظرفية حتمت علينا أننا نبقوا في المنازل ديالنا ونقاوموا هذا نواجهوا هذا الوباء بتعقيم المنازل وتعقيم الانفس. اذا ولا بد اننا خصنا نتعرفوا على طريقه تعقيم المنازل وتحصينها. هذه الطريقه اللي غادي نقدمها لكم ماشي غريبه على المسلمين وعلى المغاربه، فهي طريقه معتاده اعتدينا عليها، كبرنا بها، تربينا على التعقيم دائما بطرق اللي هي في المتناول للجميع، طرق بسيطه جدا وفعاله كتعقم المنازل، كتحصنهم من اي فيروس، من اي وباء، من اي شر. الله يحفظنا ويحفظكم. اذا نبدا لكم بالنسبه للطرق اللي كنقوم بها في تعقيم المنازل وتحصينها. كاين بزاف ديال الطرق، حاولت انني نشوف الاغلبها هاد الطرق اللي كنا كنخدموا بها دائما، ولكن الان غادي نحاولوا اننا نزيدوا من الوتيره ديالها ونزيدوا من العدد ديالها. يعني إذا كنا كنعقموا المنزل مرة في اليوم، غادي نحاول أننا نعقموه دابا جوج مرات حتى ثلاثة في اليوم، نظرا للوضعية اللي رحنا الحالية اللي كنعيشوها باش نقاوموا وباء كورونا والعدد كبير من الأوبئة اللي حنايا بعد المرات ما كنكونوش عارفينها. كاين طريقة ديال أننا ناخدو أنية ونوضعوا فيها الكاليبتوس والحامض والشيح والماء ونديروها على العافية على نار ونخليوها كتبخر. هذاك البخار فهو كيمثل واحد المعقم للجهاز التنفسي، معقم للمنزل، للملابس، معقم بامتياز. كاين هذه الطريقة، ممكن نكتفيو غير بالكاليبتوس فهو كافي، ممكن نكتفيو غير بالشيح فهو كذلك معقم ممتاز. اللي توفروا له هذه العناصر بثلاثة لا بأس، مزيان انه يعقم المنزل ديالو بهذه العناصر بثلاثه. كاين طريقه اخرى هو اننا نستعملوا القرنفل. القرنفل كاين جوج طرق، اما غادي ناخذ القرنفل على شكل حبوب ونوضعه في انيه ونديرو على نار، ومن بعد هذاك البخار ديالو فهو كيعقمنا المنزل ويعقم الجهاز التنفسي. وكاين طريقه اخرى اننا ناخذ مسحوق القرنفل. هذاك المسحوق غادي نوضعه في واحد الانيه ونكبو عليه الماء دافي ونخليوه ليله كامله. من بعد في الصباح غادي ناخذ هذاك الماء اللي كان فوق، لان غادي ترصب المسحوق غادي ترصب في قاع الاناء. هذاك الماء الفوقاني غادي ناخذوه ونديروه في واحد البخاخ ونقدروا نرشوا به الملابس ديالنا، نرشوا به الجسم ديالنا، للمنزل ديالنا، فهو معقم ممتاز. كاين الزعتر او لا الخزامه او لا ازير، هادو نقدروا نجمعوهم بثلاثه العناصر، نجمعوهم في انيه واحده ونقوموا بالطهي ديالهم مع الماء، وهذاك البخار ديالهم فهو معقم. نقدروا نكتفيو غير بعنصر واحد، يعني اللي كان عندنا موجود كنستعملوه، اما الخزامه اما ازير اما الزعتر. اللي استعملتو فيهم مزيان معقم، استعملتهم الثلاثه احسن. كاين الاستعمال الملح. الملح اما كنستعمل الماء المالح يعني الماء البحر ان توفر، الا كان موجود غادي يكون افضل. اللي ما عندوش الماء البحر او ما تمكنش انه ياخذ ماء البحر يقدر ياخذ الملح الحيه. هذيك الملحه يديرها في واحد السطل ديال الماء ولا في واحد يذوبها في الماء، ومن بعد ممكن انه يدوش بها، فهي معقم ممتاز. وبالاضافه الى كنا عاد قرينا فيها بعض الصور القرآنية فغادي يكون أفضل، فكتحصن الجسم، كتحصن الإنسان، كترد الطاقات السالبة وكتجلب الطاقات الموجبة، فهي راقية للجسم، كترقي الجسم والنفس والمنزل من كل شر، من كل سوء، من كل وباء. نقدروا نشفوا بها المنزل ديالنا أو نرشوه بها أو للملابس. اللي ما توفرش او اللي ما تمكنش انه يستعمل الملح الحيه يقدر يستعمل ملح المطبخ،
ناخذ الملح هذيك البيضه ونديرها في الماء ونرش بها الملابس ديالي او ندوش بها او نجفف بها، فهي فعاله ضد البكتيريات والجراثيم والفيروسات وواقيه للانسان بواحد الشكل كبير. كاين الماء جافيل، ماء جافيل نقدر نديرو مع الماء ونجفف به المنزل فحتى هو معقم. كاين الخل الابيض حتى هو معقم ممتاز. غير هي واحد النقطه، حاولوا انكم ما تطيحوش في هذا الخطا، اننا ما يمكنش اننا نخلطوا ما بين لو جافيل مع الخل، كيعطينا واحد المحلول اللي كيكون كيأثر على الجهاز التنفسي ديالنا وكيعطينا مواد سامه، وبالتالي حاولوا انكم تجنبوا هذه النقطه. نقدر نستعمل لو جافيل مع الماء ونجفف به، ولا نقدر نستعمل الخل بوحده ونجفف به او لا نعقم به. يعني كنستعمل غير واحد من هاد العناصر بجوج، اما جافيل بوحده مع الماء او لا الخل بوحده مع الماء، فهما كافيين ومعقمين ممتازين. كاين هذا شق. كاين واحد النقطه بغيت نذكر بها نذكركم بها، ان حتى الملح نقدر نستعمله كما قلت لكم ندوش به او لا رش به المنزل، وكذلك ممكن نستعملوه الغرغره باش كي ينقي لنا الانف والفم في حاله ما الا كان، والحنجره في حاله ما الا كان مثلا دخل شي فيروس، خاصه في هذه الحاله مثلا الا كان فيروس كورونا فكنحاولوا اننا نقضيو عليه غير بالماء والملح. كاين واحد النقطه اللي ولا بد انني نشير لها واللي تربينا عليها ولكن لا باس اننا نعاودو نذكروا بها، الاحذيه ما خاصهاش تدخل المنازل. الأحذية كتجمع عدد كبير من الفيروسات ومن الأوساخ رفع الله قدركم، فنحاولوا ما أمكن أننا نخليوها في الباب ديال المنزل، ما تدخلش لداخل. نديروا واحد المشاية ولا شي حاجة اللي إنفا كندخل للدار كنحط هذاك الحذاء باش كيبقى على برا، وكنلبس المشاية ديالي اللي غادي ندخل بها للمنزل. هذه النقطه. كاين واحد مساله، واحد الشق اخر من تعقيم ومن تحصين المنزل والانفس، اللي هو القران. نحاولوا اننا دائما كما تربينا اننا كنواظبوا على قراءه القران، فدائما وبالعكس في هذه المرحله خصنا نزيدوا من قراءه القران. عندنا قراءه القران، الاستغفار، الاذكار دائما نقولهم، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه النوافل. فهاد الفرصه في هاد المرحله نزيدوا من هاد الادعيه ومن الاذكار ومن الصلاه والصيام والذكر. وكذلك واحد النقطه اللي هي الصدقه. الصدقه فكتوقينا من بزاف ديال الامراض وكتبعد علينا البلاء، واللي كنتمنوا في هاد المرحله العصيبه اننا نمروا بسلام وربي نجينا من الاوبئه ومن الامراض ومن الكوارث ومن المصائب. كاين واحد النقطه الاخيره هو ان الدعاء، فحاش ربي انك تهز كفوفك للسماء وربي ما يستجبلكش. فارتأيت في هذا الفيديو اننا نديروا واحد دعوه الخير ودعوه جماعيه، وكنطلبوا ربي يستجب لدعائنا، وان شاء الله حشر بوش غادي يخيبنا. فبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اشتدي أزمة تنفرجي، اشتدي أزمة تنفرجي، اشتدي أزمة تنفرجي. ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث.
اللهم أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. اللهم احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب إننا واقفون في بابك فلا تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب دكت جبالك وهزت أرضك فخلقك ويعجز لساني عن وصف ما تبقى من فعل خلقك. رب إن كان سخطا فبرحمتك نستغيث، وإن كان ابتلاء فلا تجعلنا من القانطين. ربي أنا ووطني والمسلمون نستغيث بلطفك فلا تردنا خائبين، وكف عنا البلاء واختر لنا ولا تخيرنا وفرجها علينا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعد ذلك، وكفانا وعافانا ولا تهلكنا بعذابك وعافانا قبل ذلك. اللهم يا شاهد غير غائب ويا غالب غير مغلوب، اجعل في أمرنا فرحا ومخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تغمر قلوبنا بسكينة الراضين، وأن تطمئن نفوسنا بسكون الخاشعين. اللهم عجل برفع هذا الوباء، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. نستغفرك مولانا ونتوب إليك. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم صرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك، إنك على كل شيء قدير. آمين آمين يا ربي يا كريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.